هاد خنجر الضيف. هذا خنجر ذهب، هذا حق، وهديك الحسبة. هذا المسكين نسيه هون قبل ما يروح. ايه شو يعني؟ شو يعني؟ يعني بدك ترجع له يا؟ اكيد بدي ارجع له يا. شو عم تحكي؟ هي امانة، والامانة صعبة كتير. بس يا ابن عمي، يعني نحن وضعنا صلي على النبي ولا تبلشي تخبصي بالفصار. هاتي لقلك، هاتي. بعدين انت بتعرف عنوانه؟ ايه بعرف عنوانه. قبل ما يروح دلني وعطاني وين عشيرته. روحي الله يرضى عليك، ضبي لي شوية زوادي باخدها معي، خليني وصل الأمانة. الأمانة صعبة كتير لصبحية. ماشي تقبرني، ماشي. وانت عندك حل سوا؟ سحلون، ليش ما طرتني طريقه للزلمة؟ ايوه خد بقى. وانت شو دخلك جواب؟ شلون يعني شو دخلني؟ يعني مين اللي قال لك انه نحن معترضينه؟ الزلمه هو وقفنا وعم يسال عن زلمه مضيعه ونحن عم ندله. هاي القصه كلياتها، وين جاي تعمل انه نحن عم نعارضه؟ وليش بدكم تشلحوا الخنجر؟ ها انت حكيتها جواد. زلمه غريب عن الحاره، مو معقول نترك حامل خنجر هيك وماشي بالحاره. بركي شاف حدا هيك ولا هيك، بركي طلع هو هيك ولا هيك وشطبه. شو بدك انا نتركه يعني؟ سمعوا سحلول، حارتنا ضيقة ومنعرف بعض، اتركوا للزلمة خليه يمشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. جواد انت اطلع من القصة، لحنا منعرف مصلحة الحارة. هات الخنجر عمي. يا ايدك شو ما عم تفهم؟ شو بدنا سمعه؟ نزل ايدك. ما رح نزل ايدي. شو سمعه؟ رح حاكيك كلمتين، معك دقيقة، إذا ما بتمشي من هون بدي أعمل عي أنت وسحلول. ولك ماشي يا جواد. ها بلت الزرقاء. والله كنا بدنا ناخذ الخنجر. يا حجي ان شاء الله ما اذوك. لا الحمد لله ما اذوني، بس كانوا بدهم ياخذون مني الخنجر. فجروا. انت لعمي جاي؟ انا كنت جاي ادور على بيت ابو ربحي، هذا تاجر الاغنام. ابو ربحي الجمال؟ إيه هذا من زمان ترك الحاره وراح. مش هالحكي؟ اي والله. اي وش اسوي انا؟ اقول يا الاخو ما ودي لبكك معي، مين مجال تنطيني رغيف خبز اسند بيه حيلي؟ شو هالحكي؟ انت داعس بساطنا، النهار رح يصير باخره، تحمل حالك وتروح لعندي على البيت، بتبيت وبكره بتتيسر بخير وسلامه، تفضل. والله ما في داعي يا ابن الحلال. لك شو هالحكي؟ تفضل. يا رب يا امير. تفضل ضيفنا، اهلين وسهلين، اهلين وسهلين، اهلين وسهلين. بلا مهلي يا اخوي، بلا مهلي. زارتنا البركه. الله يبارك فيك. ريح. تسلم يا اخوي، تسلم. يا الله يا رب. الله يعطيك الف الصحة. امين يا رب. يلا راجع لك. ابن عمي مين هذا البدوي اللي جاي معك على البيت؟ لك هذا واحد غريب عن الحارة، جاي عم يسأل على بيت ابو ربحي الجمال. ايه شو جاب الغريب لعنا؟ لك اسكتي. هجموا عليه كم واحد أزعر، لو ما خلصتهم من بين إيديهم كانوا فارمينه فرم. قلت لحالي بشحطوا لعنا، بينام هالليلة ونشوف شو الله بيسر معنا. بس يعني شو؟ يا ابن عمي شو؟ ما أنت بتعرف وضعنا. لك شو بوضعنا؟ يعني شلون بتجيب ضيف لهون على البيت؟ إيه نحن مو ملاقيين ناكل حتى نضيف الضيف. يعني حلوة ما نقوم بواجبه؟ لك صبحية والله ما بعرف شلون أنت عم تحكي. لا والله ما لها حلوة. يعني شو طابخة؟ شوربة عدس. شوربة عدس؟ منهم طعمي الزلمي شوربة عدس؟ والله مو حلوة. إيه هذا الموجود عنا، بعدين أنا مالي عرفانة إنك حتجيب معك ضيف، قال ورجي عزرك ولا تورجي بخلك. ما بيخاف عليكي، يرضى عليكي، دبرية من هو من هو. يلا. إن شاء الله دكتور، إن شاء الله. يا أهلين وسهلين. يا هلا يا هلا. حضرتوا ما حضروا واجبك. الله يخلينا اياك يا ابن الحلال، والله ما قصرت. يا أهلين وسهلين، يلا دايتي من كل العشاء جايز. الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك. بدي اسألك سؤال. تفضل. انت شو جابك لعند ابو ربحي الجمال؟ ابن عمي شو صار معك مشان البلد؟ قلت له لمعلمك؟ قلت له مثل ما طلبوا منا بالخستخاني بالضبط، مثل العادي كسر ايده وشحت عليها. ايه بس لازم نأمن المصاري، ما فينا نتركها للبنت بدون عملية، ما بدنا نخسرها. شوفي صبحي، إذا بدي بيع يلي فوقي يلي تحتي، بدي أعمل لها العملية لرئيفي. ليش نحن عندنا شيء لحتى نبيعه ابن عمي؟
إذا البيت اللي ساكنينه إيجار، الفرش اللي فيه مو إلنا، لقوا صاحب البيت صار بده ياخذ البيت لحتى يجوز ابنه فيه، شو بدنا نبيع؟ اتركي يا الله، الله بيفرج علينا. من هون اللي يمشي الضيف لنشوف شو بصير معنا. الله يرضى عليكي، حطينا هيك شي دايما نكسر الصفرة نحن والضيف. ايه على عيني. حسبي الله ونعم الوكيل. انت يا اخوي مثل ما قلت لك، تسأل علي بديرتي تلاقيني. والله لأعمل لك زيارة، بس بدي أسألك سؤال صغير. أنت في شيء بتضايق منه؟ أعوذ بالله، وش هالهرجة من الحلال؟ لا بالله ما قصرت. وأني صدقني لو ما عندي يعني شغل بديرتي وعند ربعي، والله لظل عندك هان، لكن أخاف ربعي ينشغل بالهم علي. لا هيك ما بدي أحرجك، معك حق. يا الله راح أخذ لك طريق. يا الله يا الله. صبحية. يا رب يا رب يا ميسر. بسم الله. يا بي يا بي يا مو يا يابي. يابي شوف شو لقيت تحت المخدة. ايوه لك هاد خنجر الضيف. هذا خنجر ذهب، هذا حق وهديك الحسبة. هذا المسكين نسيه هون قبل ما يروح. ايه شو يعني؟ شو يعني؟ يعني بدك ترجع له اياه؟ اكيد بدي ارجع له اياه. شو عم تحكي؟ هي اماني والأمانة صعبة كتير. بس يا ابن عمي يعني نحن وضعنا صلي على النبي ولا تبلش تخبصي بالفصار. هاتي لقليك هاتي. بعدين انت بتعرف عنوانه؟ ايه بعرف عنوانه. قبل ما يروح دلني وعطاني وين عشيرته. روحي الله يرضى عليك ضبي لي شوية زوادي باخدها معي، خليني وصل الأمانة. الأمانة صعبة كتير لك صبحية. ماشي تقبرني ماشي. وانت مين هدول الاغراض وديهم على الليوان. مرك يا ابي. يلا روح الله يرضى عليك. تاخر جواد كثير كثير تاخر. قال لي مشوار الطريق، وصل الخنجر للضيف وبرجع. يا رب دخيلك، معقول يكون صاير معه شيء؟ يا رب يا رب تحملي جوزي. يا رب يا رب. وهي 50 ذهبة وهي الخنجر. 50 ذهب ابن عمي؟ اي والله والله ما عم صدق. لا ستي صدقي، الله ما في اكرم منه. هن قولي لي هذا الزلمه قال شو؟ شيخ عشيره كبيره وله هديك القيمه ما شاء الله حوله. لا واعطاك 50 ذهب و30 راس غنم، الله يرزقه ويوفقه. بتعرف تقبرني؟ هلا صار فينا نعمل عمليه للبنت. الحمد لله يا ربي الحمد لله، الف الحمد لله. الف الحمد لله. لك مو بس هيك، كمشت هذا الخنجر ورحت لعند الصغاطي. قال لي دهب خالص. ما قلت لك دهب صافي هاد؟ الحمد لله يا ربي الحمد لله على الرزق الحلال. دخيل اسمه، لك ما في اكرم منه والله. الحمد لله رح نعمل له لعبة ان شاء الله تقبرني ان شاء الله. الحمد لله يا رب ما في اكرم منك. أنا كم مرة بدي أقول لك إنه أخوكي مطيع مالي مجبور فيه وبيأكله، ولا عامل لي هذا البيت خان سري مري سري مري بياكل بيروح. تقبرني طول بالك أخي عزابي وماله غيري بعد رب العالمين. لا شو هالحكي عيني؟ عمو أنا مالي مجبور بأخوكي، بتفهمي لاقي لي حل هذا العواطلي. مشان الله تقبرني.
روق وطول بالك، لا تكسر بخاطر هاليتيم. لا هلا هذا يتيم ولك صار قد الجعش بتقولي لي يتيم. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمور عمي؟ عاوزك موضوع صغير إذا ما في أسئلة. إيه على عيني. شرف عمي شرف. يابا عمي أنا عم دور على شغل، يعني ما بعرف إذا بتقبلني شغيل عندك. هذا مؤاخذة لك عمي، أنا هون ما عندي شغل غير العتالي. معلش عمي اشتغل، أنا مع مرجي يعني بشتغل يوم وبوقف جمعتين، بس خلص بشتغل شو ما بتأمرني بشتغل. حضرتك من الشام لك عمي. شلون لكان؟ من الصالحية. ابشر عمي، من هلا بتبلش شغل عندي وراح حاسبك كل يوم بيومه. عن جد عم تحكي؟ الله يكتر خيرك، الله يكتر خيرك. الله يرضى عليك يا ابني. قوم خذ الشوال الحنطة على بيت المختار. ايه؟ وين البيت المختار؟ ما بيضيع عمي، مين ما سألت بيدلك وين بيت المختار، تكل على الله. أمرك معلم، يلا. اللي بالصدر ها؟ أمرك. تقيل عمي على مهلك ها، تقيل كثير. يلا أمرك معلم، السلام عليكم. وعليكم السلام. شو هالريحة الأكل الطيبة؟ يا مو عزيز؟ يا يامو؟ تقبرني يامو، روح جيب لنا الخبزات من الفرن. يلا يا بطل. يبعت لي حمى عليك يا ابني. تربى يتيم بلا سند. أصلاً أنا مو مصبرني على عيشتي غيرك. يا رب يا رب تفرج علي وعلى ابني. الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب سامحني يا رب. شيخي مشان الله سامحني، والله العظيم ما كان قصدي، يعني صار عمري هالعمر ولهلأ ما تجوزت. بوس ايدك شيخي، قل لي شو اعمل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. مشي معي على الجامع، مشي مشي لنشوف شو بنسوي. شرف شرف. استغفر الله.
أنا عندي مشكلة يا شيخي وطالبة مشورتك. تفضلي يا بنتي. أنا أرملت أبو عزيز الصايغ. أنعم وأكرم. شاء رب العالمين إني أترمل وأنا لساتني صبية وعندي ولد صغير عم ربيه. بس مثل ما بتعرف يا شيخي إنه الطفل بده رجال يدير باله عليه ويهتم فيه ويأدبه ويكون له سند. المرحوم ترك لي ورثة كبيرة، بس يعني شو فايدة المال إذا ما في جسر ببيتي يحميني ويرعاني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لله في خلقه شؤون. شيخي أنا بكل ركعة عم صلي عم بدعي لرب العالمين إنه يبعث لي ابن الحلال اللي يصونني ويسترني ويستتتني. يبدو يا بنتي إنه الله استجاب دعائك. شلون شيخي؟ ما فهمت عليك. في عندي إليك شاب آدمي وابن حلال وشغيل وتعيب، بس مشكلته إنه فقير. الفقر أبداً مو عيب إذا كانت أخلاقه منيحة. أخلاقه منيحة وعلى ضمانتي أنا كمان. تقبلي تتجوزي؟ إذا على ضمانتك أكيد بقبل. إذا على خيرة الله. تفضلي. اللي كريته محل ما يسري يمري. صحة وهنا تقبرني. على قلبك. الله ما أطيب هالأكلام. مجد عم تحكي؟ أي والله. سلم إيديك يا رب. دو هدي. شو بك ابن عمي؟ ليش ردت؟ بتعرفي يا بنت الحلال؟ البني آدم مخير بكتير أمور. يا بالحلال يا بالحرام. إن شاء الله بيقبرني ابن عمي ابن الحلال. بس بالحلال غير. ما لقيته إلا مسخلتي بأرض الديار. طب لمسك شي؟ لمسك؟ أعوذ بالله، والله ما لمسني. إيش كان هيك بسيطة؟ بسيطة؟ يعني ما رح تحكي معه؟ رح تمرر له إياها هيك؟ يعني شو بدك يعني يا عميل؟ روح قلت له يعني عم وجيع لي إنه الزلمة كان سكران، صح ولا لا؟ إيه مزبوط كان سكران. إيه خلاص يعني الرجال مو بقى علاته. بس يعني حرام معادي أبو وجهي إنه هاي القصة ما بقى بتتكرر أبداً. ابن عمي الله يخليك طلعني من هالبيت. هو بدك تروحي يعني؟ وين بدك تسكني؟ إن شاء الله بالبساتين على راس الجبل من فوق. أنا صرت خاف ضل هون. لك يا نوال يا بنت الحلال، يعني وين بدنا نلاقي بيت إجرته أرخص من هذا البيت؟ يعني عدم مؤاخذة ونحن عم نشتغل لنطالع لقمتنا بالزهور. يعني هلأ إذا حكيت بدك تزعل؟ لا ستي لا، ما رح أزعل. طيب ليش ما بتقول لأخواتك يعطوك حصتك بالبيت؟ لك يا نوال حكينا معهم حكينا معهم وما رضوا. شو بدك يعني أعمل؟ يعني روح اتعاتل معهم اتعالق معهم. ما لازم تسكت، هي حصتك من ورثة أبوك. طيب شو بدي ساوي؟ صرت حاكي معهم ألف مرة وهنن ما عم يرضوا، وأنا ما بدي زعلهم صراحة. ما بدك تزعلهم ولا خايف منهم؟ يا ستي وخايف منهم، خايف منهم منيحك وضبي حليك أحسن ما أطريت كف قسما بالله بزك الدم. فهمتي ولا ما فهمتي ولا؟ إيه خلص أمرك بخرس، أصلا أنت مراجلك ما بتفرضها غير علي. ايه اصطلحنا واصطلح الملك. ابن عمي ابن عمي. ايه شو بدك؟ الله يخليك ما تروح اليوم على الشغل. لك يا نوال شلون يعني ما اروح على الشغل؟ شلون؟ ايه انا ما صدقت على ربي لقيت هذا الشغل مشان نتقاوى وناكل للقمتين، بتقولي لي لا تروح على الشغل. طيب الله يخليك ما تطول. ما بقدر، بدي ساوي العجنه وشغل الفرن. خلص انتي لا تاكلي هم، هلا تلحقيني بتدرسي الباب منيح وبعدين بتعدي بغرفتك، ما تفتحي لحدا، خلص لا تخافي ما رح يصير شيء. ما رح يصير الا اللي الله كاتبه. ايه تعي دربسي منيح. ها شفتي ما في حدا؟ سكري. نوال. ايه ابن عمي. ليش هيك الغسيلات؟ لانه ارض الديار مكشوفه على سطح الجيران اللي مشقيتنا. ايه
والجار كان واقف عم يبصبص. شاف منك شيء؟ لا ايوه، شو شاف مني شيء؟ انا لما انتبهت عليه فتت لجوا وتركت الغسيلات برا. ولك هذا الواطي شلون بيطلع على سطوح البيت؟ شلون؟ وانا شو بيعرفني ابن عمي؟ ما لقيته الا واقف عم يبصبص. اي والله العظيم لا اطلع بروحه. ابن عمي مشان الله ما بدنا مشاكل. ماشي ماشي، معناتها رح احكي انا مع ابو وجيه مشان يلاقي لنا دوباره معه. ايه ابن عمي احكي مع صاحب البيت، احكي معه احسن. رايح شوفه الواطي. لك يقطع عمرك ما اخلصك، يبلاها عيونك بالقتل الالهي. اهلين ابن عمي، طمني شو قال لك صاحب البيت؟ يعني انا حكيت معه. ايه قال لي انه يعني جارنا ما له مطول بالبيت هون، يعني شغله 10 ايام 15 يوم ان شاء الله بده يعزل من البيت. ف يعني بيني وبينك منيح ما تقاتلنا معه. يا سكتي يعني، يعني ما بتعرفي هو مين طلع ومين طلع جنابه؟ طلع موظف كبير بالسرايا. طيب معناها نشور الغسيلات بارض الديار. شو؟ لك حلوه يعني بحقي انا رجال مشورب يعني انشر الغسيلات؟ يعني بلكي شافني، والله ما حلو بحقي. لك كان يشوفني الي احسن. لك والله لك بمسح رقبتك، لك بمرك بارضك، شو يشوفك لك؟ اصلا ما بصير يشوف اواعيكي، اذا شاف اواعيكي كانه شافك لك. طيب والعمل ابن عمي وين بدي انشره؟ شريهم جوا بالغرفه. طيب تقبرني ناولني الغسيلات من عندك كرمال. لك نول شيء. الله معك تقبرني. خاطرك. الله يحميك ويرزقك. كتر خيرك يا سمعو. الله يخلينا ياك معلم. انا لولاك شو بدي اعمل الا هواك؟ تشسحت بالشوارع. شو هالحكي هاد؟ واجبي وصلك. انا ما بحبك كثير بس بعزك. دخيل قلبك. لك شام ورمضان. دخيل ربك. ها وين البيت؟ وينه؟ ليكو. وصلنا يا علي؟ وصلنا. يلا سلام معلم. اه معك. انت على البيت؟ من هون معلمي، من هون. هذا بيتها. ايه يلا سلام. مع السلامة. لك روح الله يوفقك. الله يخليك. الله يخليك معلم. الحمد لله عمره ما وصل. وين البيت؟ اه سامعه. ايش ما عم يفتح هذا؟ رح ينكسر. ما عم يفتح مفتاح، حيكون هذا اكيد مفتاح زعلان من الباب، مشان هيك ما عم يفتح. اما الباب زعلان منه. ايش زعلانين من بعض؟ هلا وينكم بفوت انا؟ بدي فوت. زعلانين من بعض وانا شو بسبب حالي يعني؟ يا بيتي يا ويلاتي شو هالبيتين؟ ارض الديار زغرانه. يا وطني. ويا لامتي ويا لامتي، انت شو جابك لهون؟ يا ميت أهلين سهلين، بالعكس هذا بيتك اعتبري، جيتي عندي. معلم من زمان. اختي فوتي لجوا، فوتي لجوا. شو جابك انت معلم؟ هذا مو بيتك. لك عيب عليك، روح عمل لك تركني. شو عيب علي؟ لك هذا مو بيتك، بيتك اللي شم منه. لك يا سمعوا لك بيتي، اذا ارض الديار كشت شوية يا عمكم. ما كشت بيتك اللي بجم منه، لا تاخذينا اختي. لك امشي معلم، امشي. لك امشي. I don't know.
عندي يا اعتقي عندي طلع طلع معلم طلع 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 عندي طلع من بيتي يا ربي دخيلك على الفضيحة يا ربي دخيلك أنا أجيت شحمي ولحمي وينك يا حلوة يا عمر يا حبيبة قلبي أنا أجيت عشان انبسط أنا وياكي يلا اطلعي اطلعي يا عندي حسيت جبت لك معي بلضمينة وشبك وقلاوة وبكرة كمان حعمل لك ست سبقي كل هدول ونحن أنا وإنتي عيش أحلى حياة ننبسط ضحي حالك لأنه أنا بعشقك حبك ضيعتي حياتي كلها وأنا بعشقك Oh, my God.